فيديو متداول يوما سجل أكثر المشاهدات بين السخرية والغضب. الموضوع هو بس في شارع عام ورئيسي بدون لا إشارة تنبيه أو ضوئية في مدينة بعقوبة، مما أربك سائقي السيارات. لنشاهد ماذا حدث مع سائقي المركبات في مدينة بعقوبة. يا طابور هو لا 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 ابو الدراجة الله ابو الدراجة ابو السيارات اعصابك اعصابك لا 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 اعصابك اعصابك الله ابو الكيف ابو الكيف الله يابا وين يابا الله الله ابو الباطل الله بحاضر 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 ابو الباطل الله انا تشارجر ابو تشارجر لا 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 ابو الفتون الله الله طبعا الفيديوهات اللي شفتوها هي بهذا المكان بالقرب من تقاطع القدس باتجاه المخرج وغيرها من المناطق. هنا مجموعه من الشباب واقفين حتى يقللون سرعه السيارات، لان تصير اكثر من حاله من عفوا تصير اكثر من حاله مال الحوادث بهذا المكان. بس انتبهوا لي شلون تجي السيارات. ناس طارت من سياراتها ودراجاتها والله. يعني اخر شيء انه السيارات تاذت، اكو سيارات ناصيه كلش، فبالطهسه ممكن تتاذى السياره. شباب من الشارع مروا بالطاسة وصارت بهم الطاسة، صاروا هم إشارة ضوئية للناس المارة أو للمركبات اللي مارة، لينبهوهم أنه أكو طاسة ديروا بالكم خففوا.